مساء النور والبركة، النشرة الإخبارية من تلفزيون سما، إليكم أبرز عناوينها. الرئيس الأسد يتبادل مع الرئيس بوتين التهنئة بحلول العام الجديد. إيران سترد بحرب تركيبية مدمرة، انطلاق مناورات ذو الفقار 1401 لرفع الجاهزية القتالية للجيش. 29 ديكمبر. الدفاع الروسية تعلن توجيه ضربة مكثفة على نظام القيادة والسيطرة العسكرية في أوكرانيا. تبادل الرئيس بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل التهنئة بحلول العام الجديد، وتمنى الرئيس الأسد أن يحمل هذا العام لروسيا الاتحادية موفور الخير ودوام التقدم والازدهار، واعتبر أن الدعم الكبير الذي تقدمه روسيا للشعب السوري في حربه ضد الإرهاب وسعيه للحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وكذلك وقوفها إلى جانب القضايا العادلة لشعوب العالم إنما يعبر عن المبادئ والقيم التي تمتلكها روسيا الاتحادية ودفاعها عن السلام والاستقرار في وجه سياسات الحروب والهيمنة ودعم الإرهاب. فيما توجه الرئيس بوتين بالتهاني للرئيس الأسد وللشعب السوري، وأكد دعم بلاده المستمر لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وكذلك استعدادها لمواصلة الإسهام في استقرار الوضع وإعادة الإعمار. استشهد 10 عمال وأصيب آخرون جراء اعتداء إرهابي بقذائف صاروخية استهدفت 3 حافلات تقل العاملين في حقل التيم النفطي بدير الزور. وقال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة إن الشعب السوري يعاني من أزمة نفطية، والاحتلال الأمريكي عبر أدواته ومجموعاته الإرهابية يريد قطع الجزء النفطي المتوفر الذي يؤمن الحد الأدنى من احتياجات الشعب السوري. 10 شهداء من عمال حقل التيم في ريف دير الزور و4 مصابين بعضهم في حالة حرجة هي حصيلة استهداف إرهابي لثلاث حافلات كانت تقلهم إلى حقل التيم النفطي. اليوم حوالي الساعة 7 من صباح اليوم عدد من الحافلات اللي كانت عم تنقل العاملين إلى حقل التيم النفطي تعرضت لهجوم من الإرهابيين بالأسلحة المختلفة. أدى هذا الهجوم إلى أيضا استشهاد 10 من الشهداء و4 جرحى، تم نقلهم إلى المشفى في محافظة دير الزور. هذا الهجوم أكيد يأتي في إطار الدعم الأمريكي للمجموعات الإرهابية سواء في البادية وأيضا في الجزيرة السورية المحتلة من قبل الأمريكي. طبعا هي غصة طبعا ب ب ب ب طبعا غصة لجميع العاملين بمشكلة الفرات وجميع أبناء سوريا المحترمين الشرفاء. طبعا هم يحاولوا يثنون عن العمل ويعرفوا شايف علي نحن بحاجة لاستخراج كل برميل نفطي، ولكن هم لم يستوعبوا ذلك بأننا قادرين على رغم الظروف أننا نستمر بعملنا مهما بلغنا من تضحيات. الكوادر الطبية في الهيئة العامة لمشفى الأسد ومشفى الشهيد الطبيب أحمد هويدي استقبلت الشهداء والجرحى بالمداخلات الطبية والجراحية والإسعافية اللازمة، فيما تراوحت الإصابات بين المتوسطة والخطيرة، وكان سببها تعرضهم لشظايا انفجار قذائف وطلقات نارية من بنادق آلية. احنا متوجهين على حقل التيم الساعة حوالي 7:30، عدينا الحاجز الأول طبعا من نفس بالتيم، عدينا الحاجز الأول، بعد ما عديناه عند العنفات الغازية صار بإطلاق نار، وكان الجو ضباب ما يبينش نهائيا، وصار بعدنا شهيد بالباص، أما بقية السيارات ما عرف عنها. تستغل العصابات الإرهابية المسلحة التي تنشط في البادية السورية بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي الضباب الكثيف لتنفيذ اعتداءاتها المتكررة على العمال المدنيين العائدين إلى عملهم، إلا أن الأهالي في المنطقة الشرقية ينتفضون بوجههم إلى أن يرحلوا ويلموا في حقائبهم
إرهابهم الأسود. قصف الحشد الشعبي العراقي أهدافا لداعش في تل سهيمة شرق بحيرة حمرين في ديالى بعد رصد تحركات لفلول التنظيم. وقبيل ساعات أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي تدمير وكر مهم لداعش شرقي بحيرة حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، وهو ما أسهم في تحييد تحركات الإرهابيين. أعلنت كتائب شهداء الأقصى كتيبة نابلس تحقيق إصابات في صفوف قوات الاحتلال بعد استهدافهم بالرصاص والعبوات الناسفة، وذلك خلال كمين محكم في محيط البلدة القديمة. هذا وكان أصيب شاب فلسطيني بشظية بالرقبة خلال اقتحام نفذته قوات الاحتلال. أعلن الحرس الثوري الإيراني وأركان الجيش أنهما سيردان بشكل ساحق وبكل قوة على كل عدو يستهدف المياه والجزر والسواحل والمقرات الإيرانية، وأنهما سيخوضان أي حرب قد تفرض بحرب تركيبية مدمرة. هذا وانطلقت مناورات ذو الفقار 1401 للجيش الإيراني، فيما حلقت طائرات مهاجر 6 وأبابيل 3 وأرش المسيرة فوق منطقة المناورات، وتمكنت من مراقبة تحركات قوات العدو الافتراضي وتدمير الأهداف المحددة. رسائل متعددة تحملها هذه التحركات اختصرتها هيئة أركان الجيش الإيراني بالقول إن المناورات التي ستجري في منطقة جاسك وشرق مضيق هرمز وحتى شمال المحيط الهندي ستحمل رسالة للشعب الإيراني والأصدقاء بأن إيران باتت تمتلك قوة كافية لمواجهة أي تهديد. بشعار الاستناد على الذات والاقتدار والأمن المستديم تنطلق في إيران مناورات ذو الفقار 1401، مناورات تأتي بحسب المتحدث باسمها العميد علي رضا شيخ تماشيا مع التدريبات السنوية للجيش الإيراني، وبهدف رفع الجاهزية التدريبية والقتالية والاستخبارية للنهوض بأمن المنطقة. هدفنا في المناورات هو اختبار جنودنا وقواتنا العسكرية في الظروف المختلفة، ولذا في هذه الظروف غير المواتية نريد أن نختبر قدرة قواتنا وآلياتنا العسكرية. وسائل إعلام إيرانية أشارت إلى أن المناورات التي تشرف عليها القوة البحرية للجيش الإيراني تهدف إلى التنسيق بين القوى البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى الدفاع الجوي بدوره إعلام الاحتلال ومحللوه انشغلوا بالتعليق على ما يجري في مضيق هرمز، وأجمعوا على أنه وإن كانت المناورات تجري في إطار الحرب النفسية واستعراض القوة فلا يجب الاستخفاف بها وبالرسائل التي تحملها. ذو الفقار 1401، المناورات التي تختتم بها القوات المسلحة الإيرانية خطتها السنوية تأتي بعد عدة تدريبات سابقة جرت على امتداد الجغرافيا الإيرانية وبمشاركة مختلف التشكيلات القتالية. إذن تأتي هذه الخطوات حسب مراقبين في ظل تعثر الوصول إلى اتفاق في الملف النووي الإيراني وبعيد التظاهرات التي شهدتها عدة مدن إيرانية قالت عنها السلطات إنها جاءت بدعم وتخطيط غربيين. تدريبات عسكرية بخلفيات سياسية في منطقة مضطربة وحالة الفوضى وعدم التعيين التي تسم النظام الدولي في الوقت الراهن. أشار فلاديمير بوتين إلى أن التعاون الروسي الصيني يزداد في كافة المجالات، كما أعرب الرئيس الروسي عن استعداد بلاده لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى الصين، وذلك خلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي شدد على أن بلاده مستعدة لرفع مستوى التفاعل السياسي مع روسيا وأن تكون شركة دولية في ظل الوضع العالمي الصعب.
تتزايد أهمية الشراكة بين روسيا والصين كعامل استقرار على خلفية التوترات الجيوسياسية المتزايدة. لقد نجحت روسيا والصين في ضمان تحقيق نمو قياسي في حجم التبادل التجاري بنسبة 25% تقريبا وفقا لنتائج عام 2022، وسنصل إلى مستوى 200 مليار دولار قبل الموعد المحدد لذلك. لقد احتلت روسيا المرتبة الثانية في إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الصين، والرابعة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال. ولا بد أن أذكر أن التنسيق بين روسيا والصين على الساحة الدولية يساعد على تشكيل نظام عالمي عادل، وأن العلاقات الراهنة بين روسيا والصين هي الأفضل في التاريخ. أعلنت الدفاع الروسية إسقاط طائرة من طراز ميك 29 ومروحيتين مي 8 تابعة لسلاح الجو الأوكراني في دونياتسك، إلى جانب تدمير 8 مسيرات في خيرسون ولوغانسك ونيكولايف، فيما كشفت القوات الروسية أنها وجهت ضربات هائلة بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى ضد مراكز القيادة والتحكم العسكري ومنشأة الطاقة التي تكفل تشغيل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. حققت كل الضربات أهدافها المرصودة، ما تسبب في توقف إنتاج وإصلاح المعدات العسكرية والذخيرة، وكذلك تعطل نقل احتياطيات القوات الأوكرانية من المناطق الغربية، وكذلك نقل إمدادات الأسلحة الأجنبية نتيجة لتدمير خطوط النقل بالسكك الحديدية. وخلال المعارك تم تصفية 60 جنديا في منطقة خاركوف و160 في دونيتسك، إلى جانب عشرات الآليات والمدرعات. كذلك تم تدمير محطة رادار تابعة لمنظومة S-300 بالقرب من قرية ليبدن بمنطقة سومي. بقي مشاهدينا التذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة. الرئيس الأسد يتبادل مع الرئيس بوتين التهنئة بحلول العام الجديد. إيران سترد بحرب تركيبية مدمرة. انطلاق مناورات ذو الفقار 1401 لرفع الجاهزية القتالية للجيش. الدفاع الروسية تعلن توجيه ضربة مكثفة على نظام القيادة والسيطرة العسكرية في أوكرانيا. ختام هذه النشرة، شكرا لكرم المتابعة، بأمان الله.